عشرات الشهداء والمصابين في قصف للاحتلال الإسرائيلي لخان يونس ومخيمي جباليا والشاطئ في قطاع غزة. وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. روسيا تحذر من مخاطر وقوع حوادث عرضية خلال مناورات الناتو المدافع الصامد 2024. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. البداية مع زميلة محمد المهدي. أهلا بك محمد. أهلا بك دانا. ومشاهدي الكرام، البداية ستكون مع التطورات في غزة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة في اليوم السابع بعد المئة من العدوان. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح. كما تواصل القصف المدفعي من الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر في خان يونس، وفي شمال القطاع قصفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته. قال غوتيريش إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته أمر غير مقبول، ومضيفا إن هذا الأمر من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح يمثل تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين. أكد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أن أولوية القيادة الفلسطينية هي وقف العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإعادة الكهرباء والمياه، إضافة إلى وقف الاجتياحات للمخيمات والقرى والبلدات والمدن واعتداءات المستوطنين. وشدد شتية على أن الحكومات المتعاقبة في إسرائيل تتبنى استراتيجية التدمير الممنهج لحل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية. أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خطورة الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وما يخلفه كل يوم من شهداء وجرحى ومفقودين معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك في ظل انقطاع الماء والغذاء والدواء والوقود وانهيار كامل للمنظومة الصحية جراء استهدافها من قبل قوات الاحتلال، ما يؤدي إلى حرمان آلاف الجرحى من العلاج اللازم وانتشار الأمراض والأوبئة. هذا وقال رياض إن المطلوب الآن هو تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع ووقف سياسة التهجير القسري وفتح أفق سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إن حكومة الاحتلال ما تزال ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة،
وأكد أبوردين أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو عام 1967، موضحا أن المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين وليس فقط الحديث عن حل الدولتين. أعلنت بلجيكا أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. تعهدت وزيرة التعاون التنموي في بلجيكا كارولين جانز بمواصلة الالتزام، وذلك في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبشكل كامل في أقرب وقت ممكن. كما أكدت أن بلادها ستواصل السعي داخل الاتحاد الأوروبي وأيضا على المستوى الدولي من أجل وقف دائم لإطلاق النار. قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن الأزمة في غزة تؤثر على النساء والفتيات بمستويات كارثية وغير مسبوقة من حيث الخسارة في الأرواح وحجم الاحتياجات الإنسانية. جاء ذلك في دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تأثير الأزمة في غزة على النوع الاجتماعي. رغم الانتقادات الدولية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، خاصة النساء والأطفال. فبحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن الأزمة في غزة تؤثر على النساء والفتيات بمستويات كارثية وغير مسبوقة، من حيث الخسارة في الأرواح وحجم الاحتياجات الإنسانية مع استشهاد 16 ألف امرأة وطفل. وفي دراسة أصدرتها حول تأثير الأزمة في غزة على النوع الاجتماعي، أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء والأطفال يمثلون حوالي 70% من الأشخاص الذين استشهدوا في غزة، بما في ذلك 2 من الأمهات تستشهدان كل ساعة منذ بداية الأزمة الراهنة. وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن الهيئة رأت الدليل مرة أخرى على أن النساء والأطفال هم أول ضحايا العدوان، مضيفة أن هذا الخذلان والصدمة التي أصابت الشعب الفلسطيني على مدى الشهور الماضية وما زالت مستمرة سيلاحق الجميع على مدى أجيال. وأكدت المسؤولة الأممية أن غزة تشهد أزمة حماية للنساء، مشيرة إلى أن من بين 1,900,000 نازح هناك ما يقرب من 1,000,000 امرأة وفتاة يبحثن عن ملجأ في ظروف إيواء محفوفة بالمخاطر، إلا أن القطاع لا يوجد به مكان آمن. وتشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن ما لا يقل عن 3,000 امرأة ربما أصبحن أرامل وربات أسر وفي حاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة الغذائية، وربما فقد ما لا يقل عن 10,000 طفل آباءهم. ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار وعدم ادخار أي جهد لضمان حماية النساء والفتيات والوصول الآمن إلى المساعدة الإنسانية السريعة ودون عوائق والمستجيبة للنوع الاجتماعي. يواصل معبر رفح البري عمله في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الكبيرة منذ بداية التطورات في القطاع، وتنفيذا أيضا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني إن الفلسطينيين الحق في السيادة وإنشاء دولة. وفي تغريدة على منصة إكس أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستبقى وفية لالتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف. يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي عارض فيها مبدأ السيادة الفلسطينية في غزة، قائلا إن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية. تم
تتعالى يوما تلو الآخر الأصوات المنددة والرافضة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل أنحاء العالم، وخاصة من القارة الأوروبية، حيث هبت الشعوب دعما للدولة الفلسطينية. في ظل أجواء ملتهبة وعدوان غاشم على قطاع غزة، تتعالى يوما تلو الآخر الأصوات المنددة والرافضة للعدوان من جميع أنحاء العالم، وخاصة من أوروبا، حيث هبت الشعوب نصرة لفلسطين رافعة رايات الحرية والعدالة، ومطالبة بوقف الحرب الوحشية والإبادة الجماعية التي تمارس على الشعب الفلسطيني الأعزل. ففي شوارع أوروبا امتزجت الأعلام الفلسطينية مع الأعلام الأوروبية، وصدحت حناجر المتظاهرين بشعارات تطالب بضرورة وقف الحرب الوحشية على غزة. وفي إسبانيا خرج نحو 25 ألف شخص للتظاهر في العاصمة مدريد وعدد من المدن الأخرى دعما لفلسطين. وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن الاحتجاجات التي نظمتها منظمة شبكة التضامن الإسبانية ضد احتلال فلسطين رفعت شعارات أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين، وأضافت أن المتظاهرين رفعوا كذلك لافتات بألوان العلم الفلسطيني وطالبوا الحكومة الإسبانية بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل. وفي إيطاليا خرج المئات من المتظاهرين في شوارع مدينة فيتشانزا بشمالي البلاد في دعم للشعب الفلسطيني في غزة وللمطالبة بوقف العدوان على القطاع. ونظم المتضامنون المسيرة أمام معرض للذهب والمجوهرات في المدينة احتجاجا على مشاركة جناح إسرائيلي في المعرض، كما اندلعت اشتباكات بين قوة الشرطة والمؤيدين للشعب الفلسطيني أمام المعرض الدولي. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في زيارة عمل رئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وينعقد الاجتماع برئاسة كل من سامح شكري وجوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة هذا العام يكتسب أهمية خاصة على ضوء تزامنه مع مرور 20 عاما على دخول اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ. وهذا من المقرر أن يشهد مجلس المشاركة أيضا التوقيع على اتفاق إطاري يتيح لمصر الاستفادة من المزيد من برامج الاتحاد الأوروبي الفنية، خاصة في مجالي التعليم والبحث العلمي. يعقد وزير الخارجية سامح شكري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش زيارته لبروكسل، حيث سيتم تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأيضا التشاور وتبادل الرؤى بشأن الأزمات الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها العدوان على قطاع غزة. كما سيلتقي شكري أيضا مع رئيسة البرلمان الأوروبي وسكرتير عام حلف شمال الأطلسي، كما سيشارك أيضا في اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وأمين عام جامعة الدول العربية مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي وعدد من وزراء خارجية الدول أعضاء الاتحاد، وذلك من أجل التشاور حول تطورات الأزمة في قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى جهود احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. تجددت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على المنطقة الواقعة جنوب لبنان، يأتي ذلك بينما أطلق الاحتلال القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، كما أطلق نيران أسلحته الرشاشة الثقيلة عند أطراف بلدتي عيت الشعب والناقورة.
جددت دولة السودان مطالبة المجتمع الدولي بالمسارعة في تصنيف ميليشيا دعم السريع جماعة إرهابية وتجريم تعامل معها. هذا وطالبت الخارجية السودانية بأن يطلع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان، وذلك بتزويدها الميليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، مطالبة كذلك بملاحقة وتصفية شبكات التمويل والشركات التجارية لميليشيا الدعم السريع. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده تدعم كل الجهود الرامية لوقف التصعيد النزاعات وإحلال السلام في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن بكين تدين جميع الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين وتعارض أي انتهاك للقانون الدولي، موضحا أن بلاده تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني المتمثلة في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وتطلعه لإقامة دولته المستقلة. حذر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو من مخاطر وقوع حوادث عرضية خلال مناورات الناتو المدافع الصامد 2024. هذا وأكد غروشكو أن موسكو تمتلك كل الإمكانات اللازمة من أجل ضمان السيطرة الأمنية والدفاعية في كل الظروف. كان حلف شمال الأطلسي قد أعلن أنه سيبدأ أكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة بمشاركة نحو 90,000 جندي في محاكاة على كيفية تعزيز القوات الأمريكية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا وأيضا على الجناح الشرقي للحلف. قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر عن رغبته في زيارة بيونغ يانغ في وقت قريب، وذلك عندما اجتمع مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي في روسيا في الأسبوع الماضي. وأضافت الوكالة نقلا عن مكتب مساعد وزيرة الخارجية أن بوتين شكر الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون على دعوته. كان المتحدث باسم الكرملين قال إن روسيا تأمل أن تتم زيارة بوتين لكوريا الشمالية بناء على دعوة كيم في المستقبل القريب، لكنه أضاف أنه لم يتم الاتفاق على موعد حتى الآن. هذا وأدانت كوريا الشمالية اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي انعقد من أجل مناقشة تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ أو صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت. اعتبرت بيونغ يانغ أن مجلس الأمن ناقش الحق السيادي لكوريا الشمالية ولا يناقش ما قالت إنه تهديد عسكري خطير تمثلها الولايات المتحدة والدول التابعة لها، والذي يهدم السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. ينهي اليوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحاكمة كارولاينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي حملتيهما الانتخابية في ولاية نيو هامشاير، وذلك في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، قبل أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الولاية بعد غد الثلاثاء. وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم ترامب على هيلي وحاكم فلوريدا رون دي سانتس في نيو هامشاير. انطلقت قافلة من مئات المهاجرين سيرا من هندوراس في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وهي أول قافلة من نوعها من أمريكا الوسطى هذا العام. وبحسب معهد الهجرات في غواتيمالا فإن القافلة تتألف من نحو 500 إلى 600 شخص، غالبيتهم من فنزويلا.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يجرى العمل مع شركاء كييف الدوليين لضمان الحصول على حزم جديدة من الدعم الدفاعي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ودعا زيلينسكي إلى تسريع وتيرة تسليم تلك الحزم إلى بلاده. كما وجه زيلينسكي الشكر إلى جميع أصدقاء أوكرانيا في جميع أنحاء العالم. اعتبر الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الألغام الأرضية التي اكتشفها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية ضرورية للحماية مما أسماهم مخربين. قال أوليانوف إنه إجراء شائع لحماية المحطة من الهجمات والتخريب، ومشيرا إلى أنه وفقا لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية فيحق لإدارة محطة توليد الكهرباء أن تقرر التدابير الوقائية بنفسها. اندلع حريق بمنطقة لينينغراد الروسية في إحدى محطات الغاز على بحر البلطيق التابعة لشركة نوفاتيك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا. وأضاف حاكم المنطقة أنه لم تقع إصابات نتيجة الحريق بينما تم إجلاء الموظفين، مشيرا إلى تطبيق نظام التأهب العالي في المنطقة على الفور. تزايدت في الأيام الأخيرة التصريحات الأوكرانية المحذرة من تردي أوضاع الجيش الأوكراني على صعيد الإمدادات العسكرية من أسلحة وذخيرة، وخاصة مع تكثيف روسيا من حدة العمليات العسكرية على جبهات القتال المتعددة. دعوات أوكرانية متزايدة لإمداد كييف بمزيد من الأسلحة والذخيرة كي يواصل الجيش الأوكراني الصمود في مواجهة العمليات العسكرية الروسية التي تقترب من إتمام عامها الثاني. ورغم مناشدة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القادة الغربيين بإمداد بلاده بأسلحة وذخيرة وأنظمة دفاع جوي، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا في حجم الدعم الغربي العسكري المقدم لأوكرانيا. فمن الجانب الأوروبي تزايدت في الآونة الأخيرة الانقسامات في صفوف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حول كيفية مواصلة تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية. وفشل التكتل في نهاية العام الماضي في تمرير حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، وذلك بالتوازي مع عرقلة الكونغرس الأمريكي تمرير حزمة مماثلة. وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيره للقادة الجمهوريين في الكونغرس من أن أوكرانيا ستكون معرضة للسقوط أمام روسيا حال توقف الدعم الأمريكي المقدم لكييف. وتزايدت في الأيام الأخيرة التصريحات الأوكرانية المحذرة من تردي أوضاع الجيش الأوكراني من جانب الإمدادات العسكرية من أسلحة وذخيرة، وخاصة مع تكثيف روسيا من حدة العمليات العسكرية على جبهات القتال المتعددة. أما على جانب الدعم السياسي فقد أعلنت سلوفاكيا رفضها لانضمام أوكرانيا إلى صفوف حلف شمال الأطلسي الناتو. وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أنه سيؤكد رفض بلاده انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو خلال لقائه نظيره الأوكراني في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، معتبرا أن تلك الخطوة ستكون أساسا للحرب العالمية الثالثة. تظاهر أكثر من 100,000 شخص في أنحاء ألمانيا ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي أثار مؤخرا غضبا في الشارع الألماني. واندلعت الاحتجاجات بعد تقرير صحفي كشف أن أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا ناقشوا خلال اجتماع طرد المهاجرين والمواطنين غير المندمجين. وتحظى هذه الاحتجاجات بدعم من القيادة السياسية في ألمانيا وفي مقدمتها المستشار الألماني أولاف شولتز. أقر البرلمان الألماني قانونا يسهل الحصول على جنسية البلاد ويسمح أيضا بحمل أكثر من جنسية. التفاصيل في سياق هذا التقرير نتابع. بعد موافقة مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون الجنسية الجديد، جاء الدور على البرلمان لإقرار هذا القانون الذي يخفف من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية ويسمح أيضا بحمل أكثر من جنسية. المشرعون الألمان وافقوا على القانون
الذي ينهي القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة، فيما تقول الحكومة إن الخطة ستعزز اندماج المهاجرين وتساعد جذب العمال المهرة، وسيكون من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات حاليا، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتز. وصادق عليه البرلمان الألماني البوندستاج بأغلبية 382 صوتا مقابل 234. ومن المقرر أن يحال قانون الجنسية الجديد على المجلس الاتحادي الغرفة الأعلى من البرلمان، والذي لا يحق له أن يجري أي تعديلات عليه وفقا للدستور، وبعد الاطلاع عليه يحال مرة أخرى إلى المستشار الاتحادي والوزير المختص للمصادقة عليه بتوقيعهما. وتقول الحكومة الألمانية إن 14% من السكان أي أكثر من 12 مليونا لا يحملون الجنسية الألمانية، وأن حوالي 5.7 مليون منهم يعيشون في ألمانيا لمدة 10 سنوات على الأقل، مشيرة إلى أن معدل التجنيس في ألمانيا أقل بكثير من المتوسط في الاتحاد الأوروبي. ويميز هذا الإجراء ألمانيا عن الدول الأخرى في أوروبا التي تشدد معايير التجنيس، كما يعد إصلاح قانون الجنسية واحدا من سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي وافق ائتلاف شولتز المكون من 3 أحزاب على تنفيذها عندما تولى منصبه في أواخر عام 2021. يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره الكاميروني اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. كان منتخب مصر ضمن التأهل للدور الثاني في البطولة بعدما حقق فوزا كبيرا على حساب الكونغو برازافيل بنتيجة 34-19 في الجولة الثانية قبل الفوز على المنتخب الغيني 33-15 في الجولة الأولى. وصل منتخب مصر تدريباته بالعاصمة أبيجان استعدادا لمواجهة منتخب كاب فيردي مساء غدا الاثنين، وذلك في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية. شارك في المران 26 لاعبا بينما أدى محمد صلاح تدريبات علاجية. ومن المقرر أن يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب ومحمد صلاح قائد الفريق يحضران المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة. تعادل المنتخب التونسي مع نظيره المالي بهدف لكل منهما لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وبهذه النتيجة أصبح منتخب مالي في الصدارة ب4 نقاط، يليه في المركز الثاني منتخب ناميبيا ب3 نقاط، ثم المنتخب التونسي بنقطة وحيدة، بينما يتذيل منتخب جنوب أفريقيا المجموعة من دون نقاط. حسم تعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة حاليا في كوت ديفوار. بتلك النتيجة رفع منتخب بوركينا رصيده إلى النقطة الرابعة، فيما وصل رصيد المنتخب الجزائري إلى النقطة الثانية. فاز منتخب أنغولا على نظيره الموريتاني 3-2 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. بهذه النتيجة يتصدر منتخب أنغولا جدول ترتيب المجموعة الرابعة
برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط، وفي المركز الثالث يوجد منتخب الجزائر برصيد 2، بينما يتزيل المنتخب الموريتاني المجموعة من دون رصيد من النقاط. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذا النبأ العاجل، حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشقيقة لعقد مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. تعود العلاقات المصرية الصومالية إلى فترات تاريخية قديمة وحديثة، ساندت مصر الصومال حتى حصل على استقلاله منتصف عام 1960، ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف الجهود المصرية الداعمة لوحدة وأمن الصومال، خاصة في ظل فترات عدم الاستقرار التي مر بها منذ أواخر القرن الماضي. المزيد في العرض التالي والزميلة جاكلين ماهر. أهلا بكم. تتسم العلاقات المصرية الصومالية بالقوة والمتانة في جميع المجالات، وتقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل على المستويين الرسمي والشعبي. تلك المرتبة المستقرة للعلاقات الثنائية بين القاهرة ومقديشو جاءت نتاج تفاهم متبادل بين زعيمي البلدين، والذي يبرز دائما في اللقاءات والزيارات المتبادلة، كان آخرها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في 25 من يوليو 2022، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال، لا سيما على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر الصومالية، وذلك لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب الصومالي الشقيق. وفي سبتمبر من نفس العام التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على هامش مشاركته في القمة العربية في الجزائر، حيث أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال وحرصها على مصالح الشعب الصومالي الشقيق في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلا عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها، خاصة خطر التطرف والإرهاب. وتأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع مصر والصومال، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الأزمات والمحن، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر من عام 2022 بإرسال مساعدات إلى الصومال على متن طائرتين عسكريتين للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء هناك، كما قامت القوات المسلحة بدفع أطقم طبية لتنفيذ إجراءات الإخلاء الطبي لعدد من مصابي الجيش الصومالي إثر إصابتهم خلال العمليات الإرهابية لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة. وفي 17 من يناير من العام الجاري شارك وزير الخارجية سماح شكري في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، وألقى كلمة خلال الاجتماع أكد خلالها دعم مصر الكامل للصومال وضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه.
وانطلاقا من وجود إرادة سياسية قوية وفتح أبواب جديدة للتعاون في مجالات متعددة، شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال نموا مضطردا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 67 مليون و500 ألف دولار خلال عام 2021. مشاهدينا، كان هذا عرضا سريعا للعلاقات المصرية الصومالية. شكرا لكم المتابعة، إلى اللقاء. مشاهدي الكرام، لمزيد من المتابعة والأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، ولكم تحيات زميلتي دانا مدحت وتحيات محمد المهدي وفريق عمل هذه النشرة. إلى اللقاء.